بسم الله. طبعا اخواني الكرام، كان السلف الصالح رغم او مصحفا ورثه، فكان السلف يحبون الكتابه، يحبذون الكتابه لمصحف خاص، حتى بعضهم يوصي بدفنه معه. عموما مر الامر على هذا الحال حتى جاء عصر اختراع المطابع، وجاء عصر اختراع المطابع طبعا في ألمانيا. أغلب المطابع اخترعت في ألمانيا، ولا زالت المطابع التي تباع للعالم هي في ألمانيا. يعني المطابع اللي الآن موجودة حتى هنا مطابع هي معتمدة على تقنية ألمانية، لا زال إلى الآن. عام 1400 وتقريبا 31 في الثلاثينات من القرن الخامس عشر الميلادي. عموما كانت في تلك الفترة الدولة العثمانية موجودة، فطبع أول مصحف في ألمانيا في هامبورغ سنة 1313 هجري، 1694 ميلادي. أول مصحف طبع، ووجد نسخة منه في دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية هذه حقيقة كنز للعالم الإسلامي. فتوجد نسخة من هذا المصحف لا زالت في دار الكتب المخطوطات المصرية. ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في تاريخه أن المصحف كتب قبل ذلك، كتب في البندقية. البندقية مدينة هي في إيطاليا 1531 كذا، لكن أحرق بسبب تعصب النصارى، أحرقت هذه الطبعة ولم يبقى لها على أثر، لكن كانت هي أول طبعة. طبعاً طبع قبل ذلك. طبعاً لما انتقلت المطابع إلى البلاد العربية، كان أيضاً القاهرة لها قصب السبق في أول مصحف طبع في العالم الإسلامي والعرب. وكان ذلك في مصر سنة 1308 هجري، يعني 1890 ميلادي أو قبل شوية بقليل. وكان على يد مشيخة الأزهر أبو عيد رضوان ابن محمد المشهور بالمخللات. وبعد ذلك بفترة طويلة وجدت مطابع في مكة 1866، يعني بعد 60 سنة قريبا طبع في مكة. طبعا الآن انتشرت الطباعة، لكن الفضل الأول طبعا يرجع إلى من طبع المصحف في هامبورغ، وبعد وايضا طبع بعد هامبورغ 1700 وشويه في روسيا. المطابع موجوده تلك البلاد، لكن انتقل بعد ذلك الى البلاد العربيه. طبعا الان ما نقدر نتكلم كثير المطابع يعني. طبعا بالنسبة للمصاحف، وكما تفضل طبعا الدكتور عبد الله، تطور العمل في هذه المصاحف بعناية على حسب الإمكانات المتوفرة. واليوم بحمد الله سبحانه وتعالى دخلت التقنية الحديثة، يعني وحقيقة سهلت عملية انتشار المصحف، وكذلك أيضا بحمد الله توجد في عدة دول إسلامية مطابع متخصصة لطباعة المصحف. يعني من ضمن الزيارات زرت في قبل سنتين تقريبا دار مصحف إفريقيا في الخرطوم في السودان. ف يعني 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 فيها لطباعة المصحف طبعا بالقراءات المختلفة، وايضا يقومون طبعا من ضمن الخدمات يقومون جمع تبرعات لمن اراد ان يطبع على حسابه مثلا مصحفا او كذا، ويتم توزيعه الى الدول الاسلاميه خاصه في افريقيا. وطبعوا اعداد ما شاء الله اعداد كبيره، واطلعت على اليه العمل في هذا المصحف، وايضا استخدامهم التقانة الحديثه في ضبط هذا المصحف، اضافه الى الجانب العلمي توجد لجان متخصصه لمراجعه هذه
هذا المصحف وطبعا حفظه من يعني وجود الأخطاء وغير ذلك، وكل ذلك صيانة لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقة واطلعنا أيضا، زرنا في مصحف المدينة منورة، وجهود يعني حقيقة متقدمة في استخدام هذه التقان الحديثة. كانت أولا يعني آلات قديمة، لكن الآن استحدثت بآلات حديثة أكثر دقة وضبطا، إضافة إلى وجود الخدمات الأخرى التي أضيفت يعني في هذه المصاحف، من ضمن ذلك مصاحف للقراءات. يعني بعضهم تجمع بين القراءات، عدة قراءات، وأحيانا توجد بروايات مستقلة، وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل مزيد من الضبط. إضافة إلى وجود مصاحف التجويد، يعني مصاحف يعني فيها أحكام التجويد، يعني سابقا لم تكن موجودة، الآن بالألوان، يعني الحكم التجويدي، المد هذا باللون كذا يعني مد كذا، وهذا باللون كذا، وتوجد رموز وتفسيرات لكل لون وبيان الحكم. وهذا أيضا يساعد على ما يوجد مصاحف مطبوعة بالألوان، عند مثل هذا المصحف المسلمين الذي طبع طبعا طبعته مكتبة الضامري، وأشرف عليه طبعا يعني إن شاء الله سنشير إليه، أيضا ألوان، وبعض هنا تختلف عدد أنواع الألوان، هل على حسب يعني حدود معينة أو مقدار معين أو على حسب الموضوع. بعض الألوان في المصاحف توجد لكل موضوع لون، يعني هنا الحديث عن الكافرين، انتهى الحديث عن الكافرين لآيات انتقل إلى لون آخر، موضوع آخر بلون آخر، وكل ذلك حتى يعين على ماذا؟ مسألة التفسير الموضوعي عندما، وهكذا أيضا يعين على التدبر. الآن انتقلت من قراءة هذه الآيات بهذا اللون، الآن كما ماذا انتقلت إلى موضوع آخر، انتبه وأربط هذه المواضيع. إضافة إلى كما قلت هناك يعني خدمات كثيرة جدا، من ضمنها أيضا موجود مصحف التفسير، يوجد بعض المعاني، يوجد المصحف، وكذلك أيضا الآن المصاحف الإلكترونية، مصاحف الحمد لله يعني تيسرت الآن عبر التطبيقات، سواء في الحواسيب أو في الهواتف، من ضمنها المصحف العماني.